بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي علوان من المنطقة الشرقية في الدمام. الأخ علي عرضنا جزءا كبيرا من أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل الشيخ صالح ويقول: إذا ما أردت تلقين الأبكم بكلمة التوحيد وأردت أن أبين له تعاليم الإسلام، فكيف تنصحونني وما هي الطريقة المثلى لذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الأصم والأبكم في وقتنا الحاضر قد خصصت لهم مدارس يعلمون فيها ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم، فعلى السائل أن يراجع مدارس الصم والبكم ويسألهم عن الطريقة التي يتبعها في تعليمهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن حديث ورد ضمن الأربعين النووية، ويقول فيه: في الحديث الثالث من الأربعين النووية قدم أو قدم حج بيت الله الحرام على الصوم، بينما في أحاديث أخرى ذكر الحج في آخر الحديث مع القدرة على أدائه. نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم رتب أركان الإسلام بالذكر، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام. فإذا حصل في بعض الأحاديث اختلاف في الترتيب فإنه يرجع إلى هذه الأحاديث، يرد إليها ويفسر بها، فإن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة المستمع محمد عبد العال بعث برسالة يسأل ويقول: هل تخصيص يوم معين من الأسبوع لقيام الليل على افتراض أنه يوم الخميس باعتبار أنه قبل يوم الإجازة، هل يعد هذا من الابتداع؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تخصيص يوم معين من أيام الأسبوع لقيام الليل هذا لا دليل عليه. المطلوب من المسلم أن يقوم من الليل متى تيسر له ذلك في أي ليلة من الليالي، وإن قام من كل ليلة بما تيسر فهذا أحسن، مواصلة العمل الصالح أحسن وأتم. وإذا كان له ظروف لا يتمكن فيها بعض الليالي من قيام الليل فإنه معذور، ولكن الأفضل أن يقضيه في النهار فيما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، يقضي ما تركه من قيام الليل مع شفع الوتر فيه. فإذا كان يصلي خمس ركعات فإنه يصليها في النهار ست ركعات، كل ركعتين بسلام، وهكذا. جزاكم الله خيرا. البلاغة في القرآن الكريم واضحة، هل إذا قرأ الشخص وانبهر بتلك البلاغة هل يجوز أن يقول سبحانك ربي ما أبلغك، كما يقول مثلا سبحانك ربي ما أرحمك وما أقدرك لتعظيم الله سبحانه وتعالى؟ الأحسن أن يقول سبحانك ما أبلغ كلامك، ما أبلغ كلامك وأفصح كلامك وأنفع كلامك. لأن هذا وصف لكلام الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين يقول: أحمد الشاعر يسأل ويقول: توفيت جدتي لأمي، وقمت أنا وأخي وأمي وأبناء جدتي الاثنين بغسلها، حيث أننا بفضل الله لدينا فكرة عن الغسل وخشينا عليها من النساء الأجنبيات، حيث أنهن لا يتقن الغسل، فهل نكون بذلك قد ارتكبنا إثما؟ وإن كنا كذلك
فما كفارته؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا خطأ، ولا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء إلا الزوج مع زوجته فإنه يغسلها، كما أنه لا يجوز للنساء أن يغسلن الرجال إلا الزوجة فإنها تغسل زوجها، وما عدا ذلك فإن النساء يغسلها النساء والرجال يغسلهم الرجال. وإذا كانت النساء كما ذكر السائل لا يعرفن كيفية التغسيل ولم يجد غيرهن ممن يحسن التغسيل، فإنه يعلمها كيفية التغسيل قبل أن تشرع فيه، يبين لها كيفيته ويأمرها بأن تفعل كذا وكذا وكذا، ولا يباشر هو تغسيل المرأة ولو كانت من محارمه، ولو كانت أمه أو جدته أو خالته أو أخته أو بنته، لا يباشر الرجل تغسيل المرأة، وإنما تغسلها النساء. نعم. وأما ما فعلتم فقد أخطأتم فيه ويغفر الله لكم، وتعتبرون جاهلين في هذا الأمر. نعم. لكن في المستقبل لا تفعلوا هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن الكفارة، هل عليهم كفارة شفارة؟ ليس فيه كفارة، إنما فيه الاستغفار. الله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من السودان مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف عين ميم عين، يسأل ويقول: ما حكم من يسمع الأذان ثم يصلي داخل البيت رغم النصح والإرشاد ليخرج إلى الجماعة؟ جزاكم الله خيرا. حكمه أنه تارك لواجب عظيم، لأن صلاة الجماعة واجبة، لا يعذر بتركها إلا مريض أو خائف أو له عذر من الأعذار الشرعية المعتبرة التي تسقط عنه حضور الجمعة والجماعة. وأما من ليس له عذر فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل للراوي: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولما جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه المشقة التي تحول بينه وبين المسجد، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، فإني لا أجد لك رخصة. فمن سمع النداء وهو يقدر على الحضور وجبت عليه الإجابة، فإن لم يجب فقد عصى الله ورسوله وارتكب إثما عظيما، فعلى هذا الرجل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والتخلف عن الجماعة من غير عذر من صفات المنافقين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حوى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان المصلون داخل المسجد لا يتمون صفا كاملا، هل الأفضل أن يكون النقص من جهة اليمين أم من جهة الشمال؟ جزاكم الله خيرا. الأحسن والأفضل أن يعادل الصف من جهة اليمين ومن جهة الشمال، وأن يكون الإمام في الوسط. نعم. جزاكم الله خيرا. هل من السنة قراءة الفاتحة سرا بعد الفراغ من الدعاء؟ لم يرد في قراءة الفاتحة مع الدعاء أو مع الورد، لم يرد فيها دليل، وإنما الذي ورد قراءة آية الكرسي وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، وأن يكررهما، أن يكرر هذه الآية وهذه السور ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. وأما في بقية الصلوات فيقرأها مرة مرة، هذا هو الوارد. أما الفاتحة فلم يرد قراءتها بعد الصلاة أو في الورد أو في الدعاء، هذا ما ورد، وإنما هو من عادات الجهال والعوام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف تكون دعوة الداعي، باللين أم الشدة؟ فإن كان في كلام الداعي غلظة كأن يدعو لمحاربة الدجل والشعبذة، هل هو على صواب؟ وكيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كلها لين أم أحيانا شدة وأحيانا باللين؟ صفوها لنا جزاكم الله خيرا. بالنسبة للدعوة العامة فإنها تكون باللفظ الجزل القوي، وتكون بشيء من الكلام المؤثر الذي يؤثر في السامعين، وفيها شيء من الزجر والتخويف والوعيد على المخالفين، لأن هذا أبلغ في التأثير. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وكان يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. فبالنسبة للخطب والكلام العام الذي يلقى على عموم الناس، ينبغي أن يكون فيه قوة وفيه جزالة وفيه تأثر، لأن هذا أبلغ في التأثير وإثارة انتباه الناس. أما بالنسبة
بالنسبة لدعوة الأفراد فإنها تكون باللين والحكمة مع الجهال وغير المعاندين، تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا احتاج إلى الجدال فإنه يجادل بالتي هي أحسن. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، لأن الله أمره بذلك في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لغير المسلم أن يدخل داخل المسجد وأن يجلس فيه؟ جزاكم الله خيرا. يجوز للكافر دخول المسجد لغرض من الأغراض، إما لتأدية رسالة للمسؤول المسلم المسؤول كالأمير والإمام، فإن رسل الكفار كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وربط ثمامة بن أثال وهو كافر قبل أن يسلم ربطه بسارية المسجد. فدخول الكافر في المسجد لغرض من الأغراض كإيصال رسالة إلى المسؤولين أو لسماع الدعوة إلى الإسلام أو سماع القرآن لعله أن يتأثر ويدخل في الإسلام، لا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأموال التي مصدرها الربا، ماذا يعمل بها صاحبها بعد التوبة إذا لم يقدر أن يتوصل إلى أصحابها؟ المراد إذا تاب إلى الله وعنده أموال جمعها من الربا فإنه يتخلص من هذه الأموال بوضعها في مشروع من المشاريع العامة، تخلص منها أو يعطيها للمحتاجين، لا من باب الصدقة وإنما من باب التخلص منها وانتفاع هؤلاء المحتاجين بها. أما إذا تاب وله أموال ربوية في ذمم الناس وعند الناس فإنه لا يجوز له أن يأخذها بل يترك الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني الذي في ذمم الناس إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم. لو تكرمتم وضحوا لنا الكيفية التي يلبس بها الرداء في الإحرام بخلاف الاتباع، هل هو من المحارم أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الرداء كيفية لبس المحرم للرداء أن يضعه على كتفيه، أن يضع الرداء على كتفيه ويستر به ظهره وصدره وأعلى جسده، هذا هو الكيفية. وأما إذا وصل إلى الطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم إذا كان قارناً أو مفرداً، فإنه عند بداية الطواف يضطرب بأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، فيكون كتفه الأيمن وعضده مكشوفاً ويكون كتفه الأيسر مستوراً، وكذا ظهره وصدره يكونان مستورين، إنما يبدو منه الضبع وهو العضد والكتف في حالة الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة. فإذا فرغ من الطواف فإنه يعيد الرداء على حالته قبل الطواف، يعني يجعله على كتفيه ويستر به ظهره وصدره وأعلى جسده. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هؤلاء النسوة من المحارم؟ ذكر أولا عمة الوالد، هل هي من المحارم؟ عمة الوالد التي هي أخت أبيه من المحارم، لأن يعني عمة الوالد التي هي أخت جدك، التي هي أخت جدك من أبيك، تكون عمة لك لأنها عمة لأبيك وعمة لأولاده مهما نزلوا. أما إن كان المراد بالعمة ما عليه عرف العوام من أنها أم الزوجة فهذا عرف عامي لا أصل له، ليست عمة وإنما هي أم الزوجة، وهذه إنما تكون محرما لزوج بنتها فقط، تكون محرمة على زوج بنتها، ويكون زوج بنتها محرما لها، أما أخوه أو ابنه أليسوا محارم لها. نعم. جزاكم الله خيرا. خالة الوالد هل هي من المحارم؟ كذلك إذا كان المراد بالخالة، إذا كان المراد بالخالة أخت الأم أو أخت الجدة فإنها محرم لابن أختها ولأولاده مهما نزلوا، فخالة أبيك خالة لك وخالة جدك خالة لك وهكذا. خالة الوالدة كذلك إذا كان المراد بخالة الوالدة أخت أم الوالدة فإنها خالة لك. نعم. عمة الوالدة مثلها. نعم. بنات وبنات الأخ. نعم. أولاد الأخ كلهم محارم، بنات الأخ كلهن محارم لك وإن نزلنا، بنات الأخ وبنات ابن الأخ وبنات ابن الأخ كلهم محارم لأنهم لا يصدق عليهن وبنات الأخ. نعم. بنات وبنات الأخت مثلها. الحمد لله. هل تجوز مصافحة المرأة الكبيرة في السن؟ لا تجوز مصافحة المرأة التي ليست من محارمه، لا كبيرة
السن ولا صغيرة السن، وإنما يسلم عليها بالكلام مع الاحتجاب مع كونها محجبة، يسلم عليها بالكلام. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الخليل هو من بلغ في المحبة أعلاها، الخلة هي أعلى درجات المحبة، ولم تحصل من الله لأحد من خلقه إلا لاثنين فقط، هما إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن اتخذه الله خليلا فإنه لا يجوز له أن يتخذ من الخلق خليلا، ليفرد الخلة لله عز وجل، لأن الخلة لا تقبل الاشتراك، لا تقبل الاشتراك. فلما كان نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، لما كان خليل الله لم يجوز له أن يتخذ من الخلق خليلا، ولو قدر أن يتخذ لاتخذ أبا بكر، وهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه مقدم على غيره من الصحابة. نعم. هل من السنة دخول كل أقارب الميت داخل الغرفة التي يجهز فيها، وقد يؤدي ذلك للنظر لعورة الميت، أم يقتصر على أقرب الأقربين كالأب والابن والأخ مثلا؟ وضحوا لنا ذلك، وكيف كان الأمر في حياة السلف الصالح عند التجهيز، جزاكم الله خيرا. لا بأس أن يدخل أقارب الميت من رجال ونساء عليه وهو مسجى ومستور ليدعو له ويروه، كما دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى كشف عن وجهه وقبله، فلا بأس بذلك مع كون الميت مستورا ومسجا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: هل المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة هل هو في الحكم كحكم المساجد الأخرى التي تقام فيها صلاة الجمعة من حيث تحية المسجد؟ المسجد ما دام أنه مسجد وعد للصلاة فإنه يأخذ أحكام المساجد، فلا يجوز للحائض والنفساء والجنوب اللبث فيه، ومن دخله فإنه مستحب له تحية أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جيبوتي مستمعة تقول: أختكم في الله ليمون تسأل جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلتها تقول: مات أخي في 20 من عمره وكان شابا صالحا، فقلت: إذا أنجبت ولدا سأسميه باسمه وهو اسم جميل، ولكن والداي رفضا ذلك، فهل يعتبر هذا من النذر؟ وهل علي شيء إذا لم أسمي باسمه؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان كما ذكرت أنك قلت سأسميه باسمه ولم تنذري فإن هذا لا يلزم أن تسمي باسم الميت. أما إذا كنت نذرت أن تسمي ابنك باسمه فهذا نذر له حكم اليمين، لأنه نذر مباح، فتكفرين كفارة يمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سافرت المرأة بالطائرة مع محرم لها ولكنه لم يتجاوز 10 سنوات، أو سافرت مع مجموعة من النساء ومعهن أطفال لا تتجاوز أعمارهم سن 10، هل يجوز لهن ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والمحرم يشترط أن يكون بالغا عاقلا، فمن دون البلوغ لا يكون محرما للمرأة في السفر، وكذلك الجماعة من النساء لا يكون محرما للمرأة في السفر، محرمها هو الرجل الذي تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح، هذا هو محرمها، الرجل وهو البالغ الذي تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخيها وأبيها وابنها وابن ابنها من أخيها إلى آخره، أو بسبب مباح كالرضاع سبب مباح، أو المصاهرة كأم زوجته وبنت زوجته من غيره، فهذا سبب مباح بالمصاهرة، وعلى التأبيد يخرج بذلك المحرمة إلى أمد كأخت الزوجة وعمة الزوجة، فهي محرمة على الإنسان، تحرم على الإنسان عمة زوجته وأخت زوجته وخالتها، لكن لا يكون محرما لهؤلاء المحرمات عليه، لأن تحريمهن ليس مؤبدا، فلو طلق امرأته حلت له أختها وحلت له عمتها حلت له خالتها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان،
عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.